ومن الأسماء السعودية المتطوعة لخدمة المتضررين وتقديم المساعدات كانت الشابة السعودية رهف، واللي كانت بمثابة همزة وصل بين السعودية أو الفرق السعودية والمتضررين من الزلازل، وسهلت مهام الفرق الإغاثية السعودية بالتحديد في تركيا، وذلك لإجادتها اللغة التركية. خلونا نرحب معكم مشاهدينا برهف العبيد، أخصائية طب طوارئ وإسعافات أولية. يا هلا وسهلا فيك وحياك الله رهف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يحييك ويديك إن شاء الله جميعا، مساء الخير على الجميع. وعليكم السلام. أولا فضل أولا باسمي ألاقي جميعا التعزيز للشعب السوري والتركي، ونسأل الله أن يتغمد الجميع بواسع رحمته وأن يحفظ من بقى. نعم نعم، في البداية يعطيك العافية رهف، وهذا الشيء يعني غير مستغرب على شبابنا السعوديين بشكل عام، وهذه المساعدات الإنسانية واللي قاعدين نشوفها على أرض الواقع، سواء في هذه خلينا نقول الآفة أو هذه المشكلة اللي مرت فيها سوريا وتركيا أو غيرها من الكوارث الطبيعية. في البداية خلينا نتكلم عن تواجدك في تركيا، وفي أي موقع الآن تتواجدين، والحالات اللي قاعدين تساعدونها الآن. بالنسبة لتواجدنا في تركيا حاليا لنا تقريبا 6 أيام، وتنقلنا بين أماكن مختلفة، لكن اليوم متواجدين في غازي عنتر. بالنسبة لدورنا يركز على المساعدات الطبية، يعني كهلال أحمر، كفريق الصفرات الحمراء. نعم. معنا الزملاء الآخرين من الفرق الثانية، ما بين مساعدات إنسانية وإغاثية. نعم. رهف، لا قوة إلا بالله، نعرف أنه لك دور كبير في تسهيل مهام الفرق الإغاثية السعودية في تركيا، كلمينا عنها أكثر. طبعا هو الدور الأساسي كان جاية كتقديم مساعدات طبية كبارامديك أو أخصائية الطوارئ والإسعاف، لكن لإجادتي للغة التركية فصار عندي دور ثاني، ألا وهو كون زي ما قلت يعني الوصل ما بين الفرق الطبية السعودية وأخواننا الأتراك. فالحمد لله يا رب انه هالشيء سهل لنا العمل والتنقلات بالامور كلها. فصار عندي يعني دور جديد اللي هو زي ما قلت الترجمه والتواصل معهم، لكن طبعا كوني افهمهم هذا الشيء اضاف لي شيء، يعني اضاف لي تجربه جديده ومختلفه عن زملاء الباقين، لاني يعني اتواصل يعني معهم بطريقه بلغتهم مباشره بدون اي حواجز اللي هي الترجمه. مشاعرهم توصلني كما هي، مو زي لما يكون الواحد في عنده ترجمه. صحيح صحيح، ومشكورة مشكورة على هذا الجهود رهف مرة أخرى. طيب كلمينا عن الجهود التي يعني أكيد قاعدين نشوفها من الفرق السعودية، والتي كانت يعني متصدرة المشهد أو متصدرة في حضورها ووصولها إلى الأراضي التركية والسورية بشكل عام، جهودهم، الأعداد، التخصصات، يعني ساعدينا أن احنا نتخيل المشهد معك رهف. طبعا يعني ما شاء الله الفرق هذه الحاجه للجميع، ما الناحيه الطبيه اللي هو الهلال الاحمر، من الناحيه الانسانيه الملك سلمان، كذلك فرقه الدفاع المدني، يعني الاغاثات الطبيه والانسانيه. فالحمد لله هذا شيء يدعي للفخر وعلى مقدرتنا ان نساعد اخواننا الاتراك والسوريين، وصراحه مشاعرنا لا توصف، يعني ما بين الفخر كذلك الاسى والحزن على العوائل اللي فقدوا احبابهم ومنازلهم، لكن نسال الله ان يربط على قلوبهم ويعيننا على تقديم المساعده لهم. يعطيك العافية رهف العبيد، أخصائية طب طوارئ وإسعاف، فخورين جدا فيك وفي كل القائمين أو اللي يعني راحوا إلى الأراضي التركية والسورية لمساعدة الآخرين. شكرا جزيلا.